أرخص كريم لتفتيح المناطق الحساسة، البيكيني والأندر أرم، وإزالة أثار حبوب الشباب والكلف والبقع السوداء والبقع الغامقة والإسمرار بعد التعرض للشمس. كل ده موجود في كريم واحد سعره 34 جنيه. الكريم ده بيتكون من خلاصة مواد طبيعية زي حمض الكوجك وفيتامين سي. طبعا حمض الكوجك بيساعد في تفتيح البشرة، والفيتامين سي ده مضاد للأكسدة، من الحاجات المفيدة جدا لصحة ونضارة البشرة. كمان في خلاصة العرق سوس، وده بيساعد في تقليل انتاج صبغة الميلانين وتفتيح البشرة. كمان في الألانتوين وفيتامين ه والجليسرين، بيساعدوا بشكل فعال جدا في ترطيب وتفتيح البشرة. يبقى الكريم اللي معانا فيه خلاصة مواد طبيعية مفيش منها اي ضرر على البشرة ولا بتسبب اي حساسية او التهابات للبشرة. الكريم اللي بتكلم عليه هو فاتكس كريم، يعتبر من أرخص الكريمات الموجودة في الصيدليات لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة، البيكيني، الأندر أرم، تفتيح البقع السوداء والبقع الغامقة والإسمرار بعد التعرض للشمس. فاتكس كريم استخدامه مرتين يوميا لمدة شهرين أو 3 شهور، والنتيجة بتاعته ممتازة إن شاء الله. وزي ما قلت سعره 34 جنيه، وكمان ممكن يستخدم أثناء الحمل والرضاعة، مفيش أي مشاكل لأنه عبارة عن مواد طبيعية. وده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، أتمنى يكون عجب حضراتكم. يا ريت ما تنسوش لايك للفيديو، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.